والله انا الرفيق، ادخل ادخل، راني غير بوحدي في البرتوش. عاش ماركس وعاشت المطرقة. الله، والرفيق اكيد على الرفيق، واش مزيان لاباس. اشوف دابا صافي، راه وصلت المرحلة اللي خصنا نتحدوا كاملين ونتعاونوا. العدو ديالنا هو المخزن الغاشم وأدياله الشوفين داخل الجامعة. مرحبا يا الرفيق بدم الشهداء ولينين وماركس والمطرقة. غادي نوريو المخزن وأدياله أننا قادرون نديروا الثورة، لن نغتسل حتى تقوم الثورة. أيام الشهيد راه قربت ضد الرفيق، خصنا نصفيوها للشوفين، خصنا نتعاونوا بيناتنا. شنو بالك؟ وانتم خطارة ضد الرفيق، كتصيدوا صحابكم حتى كيوليو شهداء، كتصفيوها ليهم وتترونوا الدنيا، ولكن هانية غير الطلبة والرأي العام يعيش في الوهم. حتى انتم هكا تديروا، تتقدموا كبش فداء اوف تلا، تتغمقوا على كل شيء. المهم ان الطلبة ما يعاقوش بينا، ده هو المهم. وداكشي اللي كاين الرفيق، البحث عن دماء جديدة ضرورية ملحة. او شوف ليا شي مزابر، راك عارف دابا ايام الشهيد قربات، خصنا السلاح ود الرفيق. ومرحبا كون هانية ودي العشير موجودين، غير ما تنساش نهار تجي من البلاد جيب لي ديك المحية ديالكم، راه زوينة ودوك العشوب، داكشي عندكم واعر. اطلبتي غير الموجود ضد الرفيق. المهم كيما قلت لك، بيناتنا هنا في البرتوش احنا متفاهمين، ولكن برا وسط الطلبه وفي الجامعه وفي الحي وفي كل شيء، ما ترحمني ما نرحمك، اعداء. حتى نعاود نجول هذا البرتوش ونديرو شي جلسه هي هذيك. اكون هاني اليوم غادي نخرج واحد البيان، غنبقى نسبوكم فيه مزيان، نصبنوكم مزيان. واليوم بالليل راه كاينه واحد المسرحيه، اتفقت مع شي طلبه وواحد الطالبه نديرو مسرحيه على الطلبه، نبينو اليوم عاوتاني في الحلقيه. راك عارف داكشي. هاكاك، هي هاد الليلة عاوتاني غادي ديرو ديك الحلقية وتكتروا الهضرة، زعما راكم شتيتو لي زواكس. المهم غيكون هاني، انا غادي نعلم الرفاق حتى واحد فيهم ما غادي يخرج الساحة ديالكم هاد الليلة. صافي هكاك نبغيك اودي الرفيق. ايوا المهم غدا دي معاك شي دراري ديال التنظيم، ما تديش داك الخوش بيش اللي خواف، سير انت وشي دراري نيتو ديال التنظيم باش تاخدو هذيك الامانة، ما نخافش عليك. اصافي كون هاني، انا غادي نكون انا وشي ثلاثة ديال الدراري الرفاق، هادي ولنا اللي كاينين في التنظيم، غنمشيو ونجيبو الامانة، نصفيوها للشوفين. وكيسميونا الغمان، واش حنا جمال حنا؟ حتى حنا كيسميونا القلقلية، زعما المتذبذبين. شتي هادوك مسالين الشوفين مسالين. خد لك واحد الكاس، خد لك غدا الرفيق شرب وسير. الله يهنيك، نتلاقاو غدا. الله يحفظك أود الرفيق، الله يحفظك. المجد للشهداء، ومحيا عندك واعرة هذه يا صاحبي، زوينة. يلا تهلا في راسك. راني وجدت لك البلان مزيان، غدا غادي تلقاهم في البلاصة المعلومة. اي وكون تما راك عارف، غادي يكون هو شي ثلاثة من التنظيم غير دوك الكبار. يلا قرقب. واو، عاش لينين وعاش ماركس. دابا هاد الخشبيش هادو غنحيدهم عليا، وغادي يبقى لينا داك الصراع والتاني مع الشوفين، نشوف كيفاش ندير ليهم. من نهار جاو الشوفين هما يحيدوا لينا الساعة وحيدوا لينا الناس، بقاو كيفهموا علينا هنايا. عاشت المطرقة. خصنا شي رفيقة تجي تغسل لي هاد الحويجات هادو وتجمع لي الدراهم مرونة. نعيط عليها دابا نيت. والرفيقة حياتي وانا في البردوش. يلا اجي، يلا اجي جمع لي هادشي وراك عارف. يلا عاشت المطرقة.